مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية. جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بفاس مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 متواصلة بمختلف جهات المملكة في أفق بلوغ المناعة الجماعية ودعوة للانخراط والتعبئة الجماعية للتصدي للوباء. في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء يعود إلى الواجهة الخصاص الكبير في مجال التبرع ودعوة إلى الانخراط الجماعي في عملية التحسيس والتوعية لإنقاذ مرضى الكلى تزامنا مع تداعيات الجائحة. بالعرائش معالم أثرية إن تحت وطأة الإهمال، حصن الفتح السعدي إحدى هذه المعالم التي تمثل إرثا حضاريا وتاريخيا وجب الحفاظ عليه لقيمته التاريخية والحضارية. أهلا بكم، بداية هذه النشرة من القصر الملكي بفاس، حيث ترأس اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفيما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 ميلادية الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجرية بالقصر الملكي بفاس مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية في خدمة الشعب المغربي والتجاوب مع تطلعاته المشروعة. إثر ذلك وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022. وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية وبداية تنزيل النموذج التنموي باعتباره مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد. وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وللبرنامج الحكومي، وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية: أولا، تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية
لمواكبة الشباب في مجال التشغيل وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقه من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم الفرصة لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة. ثانيا، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولويات يحظى برعاية جلالة الملك، فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام راميد. وبموازاة ذلك سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية إحدى أولويات العمل الحكومي. ثالثا، تأهيل الرأس المال البشري عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية. ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية. رابعا، إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية وتبسيط المساطر الإدارية وتعميم الإدارة الرقمية وإعمال ميثاق لا تمركز الإداري. بعد ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويهدف هذا المشروع إلى إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري. الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع
نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتغيير تسمية شبكة استثمارات الطاقية إلى شبكة الهندسة الطاقية، وإضافة 3 مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وقطاع المياه والغابات والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. وأخيرا، حذف مكتب التسويق والتصدير من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته. وفي إطار توضيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 7 اتفاقيات دولية، منها 4 اتفاقيات ثنائية و3 متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقة بلادنا مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية والثقافة والرياضة والشباب. أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لإحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين السيد محمد بن شعبون سفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، والسيد يوسف العمراني سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي. اليوم تحل الذكرى 20 للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في أجدير يوم 17 أكتوبر من سنة 2001، الخطاب التاريخي الذي وضع أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها، ومكن المملكة المغربية من بلورة سياسة متبصرة للنهوض بالثقافة الأمازيغية وترسيخها باعتبارها مكون أساسي للثقافة المغربية. كما كان من أهم مضامين خطاب أجدير تأكيده على أن الأمازيغية ترتبط بمشروع المجتمع الحداث الديمقراطي، حيث لا ديمقراطية بدون الهوية الثقافية. وبعد هذا الخطاب التاريخي تم تحقيق إنجازات وازنة، منها إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، البحث في مجالات اللغة والتعبيرات الفنية والثقافية الأمازيغية، والتربية وتكوين وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
بتنزانيا أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد. كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء المغربية أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها؟ أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. فيما دعا المشاركون في البيان الختامي لهذه الندوة لطرد ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الإقليمية. من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب وبانتصاراته الدبلوماسية الكبيرة المسجلة خلال 18 شهرا الماضية على افتتاح أكثر من 20 تمثيلية دبلوماسية لدول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والدخلة بالصحراء المغربية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مراكش الأستاذ إدريس الجريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياد. أستاذ الجريني، مرحبا بكم. ملف مغربية الصحراء يحصد مزيدا من الدعم سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي، على اعتبار ما يتمتع به مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية من مصداقية وواقعية تجعله الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ما مدى نجاح المغرب في كسب المزيد من الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف؟ وفعلا أن المغرب منذ أن طرح مشروع الحكم الذاتي حقيقة أعاد يعني للقضية ديناميتها، واستطاع بطبيعة الحال أن يلقى هذا المشروع تأييدا واستحسانا دوليا كبيرا، بل أكثر من ذلك الأمم المتحدة نفسها ثمنته واعتبرته جديا وواقعيا، بل أكثر من ذلك أيضا نجد بأن حتى قرارات مجلس الأمن الأخيرة لم تعد تتحدث عن الطرح المتعلق بالاستفتاء أو يعني الذي رد ظل الخصوم يرددونه. وبذلك أعتقد بأن هذا المشروع هو مشروع طبعا واعد ويحتمل كل يعني المواقف بصدد القضية، خصوصا وأنه يوازن طبعا بين مختلف المطالب بصورة طبعا تعكس على أن المغرب كان جادا في التناول والتعاطي مع هذا الملف، إضافة كذلك إلى أن الدبلوماسية المغربية حقيقة روجت بشكل مهم جدا لهذا المشروع الذي استطاع أن يجلب الكثير كما قلت من التأييد الدولي بالصورة التي طبعا جعلت الكثير من دول العالم بطبيعة الحال تؤكد على أهميته في تقديم حل مستدام لهذه القضية. أستاذ الجريني، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باشر مشاورات في أفق اعتماد قرار بتمديد مهمة بعثة المينورسو ما تم شهر أكتوبر الجاري بعد تعيين المبعوث الخاص الجديد إلى الصحراء المغربية ستيفن ديمستورا. كيف تقيمون التطورات الجديدة والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة للسير في اتجاه الطي النهائي لهذا الملف؟ هو حقيقة أن تعيين يعني المندوب الأممي أو المبعوث الأممي الجديد هو يأتي في ظروف صعبة، وخصوصا من قبل الخصوم الذين مع الأسف يحاولون إرباك الجهود الأممية والإرجاع الأمور أو خلط الأمور أو خلط الأوراق، على اعتبار أن المغرب طبعا على امتداد تدبير هذا الملف عبر عن حسن نية وعبر عن رغبته في إرساء طبعا حوار وإرساء يعني طبعا حل مستدام. ولكن حقيقة أن ديمستورا اليوم بالنظر إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة يجد نفسه طبعا مطالبا بالاستمرار على منوال قرارات مجلس الأمن التي تمثل المرجعية الأساسية لتدبير هذا الملف، على اعتبار أن ثمة أولا خروقات لاتفاقية
اتفاقيات الهدنة والتي أكد عليها تقرير الأمين العام الأخير، وتأكيد كذلك على دور الجزائر في هذا النزاع رغم أنها تحاول أن تتنصل من هذا الملف، بالإضافة كذلك إلى ضرورة طبعا العودة إلى الخيار السياسي والذي طبعا المغرب طالما يؤكد عليه، وهذا الخيار طبعا الذي أيضا أكد عليه الأمين العام الأممي في التقرير الأخير المقدم لمجلس الأمن، طبعا يبرز لنا كذلك بأن المغرب يعني هو مستمر على هذا المنوال، في حين أن الأطراف الأخرى هي التي تعرقله إما بخرق وقف إطلاق النار أو محاولة يعني افتعال الأزمات في المنطقة، وكان آخرها طبعا قطع معبر القرقرات. وفي الوقت أستاذ الذي لازالت فيه الأطراف المناوئة لوحدتنا الترابية تتشبث بخيارات وهي لم تعد تجدي نفعا، يواصل المغرب مسيرة البناء والنماء بالأقاليم الجنوبية للمملكة بعد مرور أزيد من 4 عقود على استرجاعها. كيف استطاعت المملكة أن تحقق مزيدا من المكاسب الدبلوماسية مع مواصلة سياسة التنمية في إطار نموذج تنموي خاص بالأقاليم الجنوبية؟ هذا يحيلنا إلى المقاربة المغربية لهذا الملف، وطبعا هي مقاربة تمزيج ما بين دبلوماسية طبعا رسمية وموازية مواكبة ودينامية، وأيضا تستحضر كذلك المقاربة الدبلوماسية المقاربة عفوا التنموية الداخلية، وهي مقاربة حقيقة ناجعة على اعتبار أن التنمية هي مدخل أساسي أولا لقطع الطريق على الخصوم، وكذلك لإدماج الساكنة طبعا في الدينامية التي تعرفها طبعا أو تعرفها البلاد على المستويات السياسية والتنموية، وما النقاش الذي طبعا حظي به مشروع أو النموذج التنموي في الآونة الأخيرة وقبله كذلك النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية إلا دليل طبعا على رغبة المغرب في إعطاء هذه الأقاليم مكانتها لتلعب أدوار طلائعية سواء على مستوى الوطني أو على مستوى اعتبارها كبوابة نحو إفريقيا. أيضا لا ننسى أن فتح عدة قنصليات دولية في هذه الأقاليم هو تعبير عن ثقة في الأجواء الاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم والتي تؤهلها لكي تكون يعني جاذبة لكثير من الاستثمارات، خصوصا وأن هناك قوى دولية كبرى عبرت عن هذا الأمر كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي يمكننا أن نقول بأن المدخل التنموي هو مدخل أساسي وناجع في هذا السياق. نعم. الأستاذ إدريس الجريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياد، نشكركم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من مدينة مراكش. نواصل بجديد الوضعية الوبائية، 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية، و198 حالة شفاء وسبع وفيات. بخصوص عملية التلقيح، تلقى 705,534 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 20,925,569 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23,236,066 شخصا. هذا وتدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعتها، وكذا كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة، وذلك بعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم. وتهيب الوزارة بالجميع مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية ضد الفيروس قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها تفاديا لانتقال العدوى. وبوتيرة متسارعة ومحكمة تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح وسط انخراط الجميع لإنجاح هذه العملية وتحقيق المناعة الجماعية. ياسر العمراني. الإسراع بتلقي حقنات اللقاح بالنسبة للفئات الغير ملقحة أصبح ضرورة ملحة للوصول إلى المناعة الجماعية.
تعزيز هذه المناعة يمر أيضا عبر تلقي الحقنة الثالثة بالنسبة لكبار السن. أي تأخر في الاستجابة لدعوات تلقي اللقاح قد يكون له الأثر السلبي فيما يتعلق بالوضعية الوبائية. احنا كندعيو الناس أنهم يشاركوا بواحد الشكل كبير، لأنها كتحمي ضد مرض كورونا، سورتو مع التغيرات اللي كنلاحظوا على الفيروس وليميتاسيون سورتو على الفيروس. والحمد لله دابا راه حنا بدينا في الثالثة، راه دابا السيمانة الثالثة هذه باش بدينا في الجرعة الثالثة، والحمد لله كان إقبال كبير والأمور بخير وعلى خير. الحمد لله نطلبوا من الناس كاملين أنهم يجيو باش نكملوا التلقيح ديالنا كامل. حقنة ثالثة تقوي المناعة وتقي من شر عدوى الوباء. على كل فرد مر على تلقيحه أزيد من 6 أشهر بعد تلقيه الحقنة الثانية أن يسارع لأخذ الحقنة الثالثة المعززة للقاح، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. الجرعة الثالثة جات في نطاق تعزيز المناعة بالنسبة لهذه الفئة العمرية ضد وباء كوفيد-19، وكنتمناو ان بهذه الجرعه الثالثه نقدروا نوصلوا يعني المناعه الجماعيه اللي كتوسع لها المنظمه العالميه للصحه. دابا حاليا حنا بصدد الجرعه الثالثه اللي لقات واحد الاقبال كبير، وتشجع الناس انهم يجيو يتلقاو الجرعه ديالهم الثالثه باش الحياه تستمر وترجع للمجرى ديالها العادي ان شاء الله. التلقيح يظل السبيل الوحيد للتغلب على وباء كورونا وتقليص من رقعة انتشاره، ورغم أخذ اللقاح فلا محيد عن الاستمرار بالالتزام بباقي التدابير الاحترازية. للمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من فاس الأستاذ بكلية الطب والصيدلة طارق صقلي. مرحبا بكم أستاذ صقلي. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعت الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعتها بعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم. ما أهمية تسريع وتيرة التطعيم خاصة في صفوف الفئات النشطة لبلوغ المناعة الجماعية؟ يجب أولا أن نلاحظ أنه الأرقام ليست في المستوى المطلوب في الأونة الأخيرة، أي أنه الحمد لله من بعد ما تحسنت الوضعية الوبائية ربما حصل بعض التخاذل في تلقي الجرعات الموالية بالنسبة للناس اللي كانوا بدأوا التلقيح أو في البدء في التلقيح بالنسبة للناس اللي ما عمرهم ما تلقوا اللقاح. الدليل على ذلك هو عدد التلقيحات اللي سنشوفه. الجرعة الأولى حوالي 25 ألف جرعة يوميا، الجرعة الثانية حوالي 100 ألف جرعة يوميا، والجرعة الثالثة 50 حتى 60 ألف جرعة يوميا منذ بداية هذا الشهر. المجموع ديالهم بعيد على المستويات اللي يقدر المغرب يوصل لهم، بما أننا في شهر غشت وصلنا ل 10 ملايين جرعة في شهر واحد وكثر من 500 ألف جرعة في بعض الأيام. احنا بعاد من هذه الارقام هذه، وهذا يمكن يدل على انه الاطمئنان اللي يحسوا بها المغاربه بعد ما تحسن الحاله الوبائيه جعلهم انهم ما يمشيوش بنفس الوتيره للتلقيح. هنا الحيطه والحذر تتقتضي اننا نذكروا بواحد النقطه مهمه، انه الوباء تطور حتى دابا بموجات، وانه الحيطه والحذر كما قلت تقتضي ان نعتبر نفسنا في فتره اللي فيها الحمد لله تحسن، ولكن في مرحلة ربما تكون مرحلة ما بين موجتين، وبالتالي يجب استغلالها على أحسن وجه من أجل تفادي الوقوع في موجة أخرى بنفس الإشكاليات والخطورة اللي كانت وقعت في الموجات السابقة. أستاذ صقلي، تلقى أزيد من 700 ألف شخص الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد، فيما فاق عدد المستفيدين من الجرعة الأولى أزيد من 23 مليون مستفيد. هل نقترب شيئا فشيئا من بلوغ المناعة الجماعية، خصوصا في ظل تراجع حالة الإصابة بالفيروس؟ هذا هو الهدف الحمد لله. المجهودات الكبيرة اللي تبتلت مكنت أننا نبلغوا واحد نسبة كبيرة ديال الناس الملقحين في الفئات المعنية، أي الناس اللي عندهم أكثر من 12 سنة، ولكن تلاحظوا كذلك أنه 4.5 مليون المغاربة في هذه الفئة هذه ما تلقاو حتى شي جرعة، ومازالين ما خطاوش هذيك الخطوة الأولى ديال تلقي اللقاح، وخاصنا نبذلوا مجهود أكبر باش أن هذه النسبة هذه تقل في الأيام المقبلة إن شاء الله. تلاحظوا كذلك انه الوتيره باش مشينا عليها ديال الجرعات الاولى اللي قلنا هي 25 ألف جرعه في اليوم ما تتمكنش اننا نسترجعوا، ولا هذاك الناس 4.5 مليون اللي مازال ما تلقاوش له كل نهار
25 ألف طفل مغربي تكملوا 12 عام، أي أنهم تهما محتاجين بدورهم أنهم يتلقوا اللقاح، وبالتالي 4.5 مليون المغاربة مازال ما تلقاوش اللقاح ومازال ما تنسترجعوهمش. خاصنا يقتنعوا أنه ما يمكننا نوصلوا المناعة الجماعية إلا مجموعين، ما يمكننا نخرجوا من هذه المعضلة إلا مجموعين، وبتضافر الجهود إن شاء الله غادي نقدروا لها. المغرب وفر جميع الإمكانيات، جميع الظروف، سهل كل شيء، بقى الآن أن كل شيء يقتنع. وتنظن أنهم بعد 45 مليون جرعة اللي تعطات ما بين الأولى والثانية والثالثة، الناس المشككين اللي كانوا تيقولوا كاين مخاطر ما بقى لهم ما يقولوا دابا، وخاصنا يدوزوا هذه الخطوة هذه وإن شاء الله نكملوا المناعة الجماعية مجموعين. الأستاذ بكلية الطب والصيدلة طارق صقلي، نشكركم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من فاس. يخلد المغرب على غرار باقي دول المعمور اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، ورغم أن عمليات زرع الأعضاء والأنسجة بالمغرب عرفت تطورا واضحا في السنوات الأخيرة، إلا أن عدد الأشخاص المتبرعين يبقى قليلا مقارنة مع الحاجيات الملحة للمرضى المحتاجين لعملية زرع الأعضاء. حسن زكي ومحمد شكير. مهدي شاب في مقتبل العمر يعيش على أمل وحيد، كلية من متبرع تعيد له حياته الطبيعية التي حرم منها بسبب معاناته المريرة إثر إصابته بقصور كلوي، قصور اضطر معه للاستسلام لهذه الآلة ساعات طوال حتى تقوم بدور كليتيه المصابتين. دابا شي 3 سنين كنعاني من هاد المرض ديال التيريز، وكنتمنى شي متبرع يتبرع لي بشي كلوة، حيت ما بقاش عندي حتى القرايه، ما بقاش كنمشي للقرايه، السبور ما بقاش كندير السبور، عندي 3 ايام في السيمانه كلهم كنبقى ناعس، كنسالي الحصه كنبقى ناعس، كنجي عيان، ديريز كبح لي كاع الحياه ديالي، كبح لي بقى عندي حتى شي هدف في الحياه. حسنة الإدريسي كان لها أخ يعيش نفس المعاناة، فتبرعت له بإحدى كليتها حتى تضع حدا لهذه المعاناة وتمنحه أملا جديدا في الحياة. تبرعت هذه 10 سنين بالكلية ديالي غوش، يعني اليسار، الأخ ديالي اللي كان عنده فشل كلوي حاد. هي منحة ماشي محنة، حيت من بعد الحياة ديالك تتولي، أنا حياتي تبدلت بزاف، ولات في شكل تاني، وليت تنشوف الحياة بواحد الجانب جديد، والأخ ديالي اللي عطيته حياته ولات جديدة وشكل تاني. إذا الله يخليكم، هذا نداء، تجربة شخصية من عندي اللي تنقول اللي ربي قدروا بيان سور داكشي كلشي ديال الله وجهد الله، اللي قدروا يدير شي بادرة ديال التبرع بالأعضاء يديرها. ويبقى إنقاذ أرواح العديد من المرضى ممن تكون عملية زرع الأعضاء هي علاجهم الأوحد والأخير، رهين بتزايد عدد المتبرعين عبر تشجيع ثقافة التبرع للاستجابة للحاجية المتنامية للمرضى. أنا من بعد ما سمعت على عملية التبرع بالأعضاء جاتني فكرة زوينة، علاش بنادم فكرت مستقبلا ان شاء الله اني نتبرع بالاعضاء ديالي. كنظن انها فكره زوينه، دونك حنا غنعتقوا واحد الانسان اللي قادر يعيش بهم، وجيش عند بروفيسور باش نعرف كيفاش كدوز هذه المساله والمراحل، كيفاش كيتسجل الانسان، اشنو هما المراحل اللي كيدوز منها. وللاشاره، فمعظم العمليات المنجزه لزرع الاعضاء تم تغطيه تكاليفها عن طريق نظام التغطيه الصحيه الاساسيه، كما تم بالمغرب وضع ترسانة قانونية تؤطر عملية زرع الأعضاء عبر القانون 1698، وذلك لقطع الطريق على كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء. نبقى بالدار البيضاء، وتنضم إلينا مباشرة البروفيسور أمل برقية، الأخصائية في أمراض الكلي ورئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي. بروفيسور برقية، مرحبا بكم. لا شك أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للتصدي للخصاص الكبير في مجال التبرع بالأعضاء في الوقت الذي تفاقمت فيه الأمراض المرتبطة بالقصور الكلوي. هل لديكم بعض المعطيات حول حجم الخصاص المسجل بهذا الخصوص؟ آه
شكرا، شكرا على الاهتمام باليوم العالمي للتبرع وزراعة. نعم تفضلي بروفيسور. الو. نعم. شفنا. شكرا، شكرا على الاهتمام بهذا اليوم العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء وترسيخ هذه الثقافة، وترسيخ ثقافة للتبرع. كما ذكرت بأن هناك واحد الخصاص كبير، لأنه احنا الآن كنعرفوا بأنه واحد العدد كبير المرضى اللي كيتمناو يتزرع لهم واحد العضو، خصوصا الأشخاص اللي عندهم واحد الفشل في العضو الحيوي بحال القلب والكبد واللي كيتوفاو اللي ما خدناش لهم واحد الزراعه. اما بالنسبه للفشل في الكيلي اللي ما كيوصل للمرحله النهائيه، فاحنا عندنا التصفيه حقيقه، تزاد العدد ديال المرضى اللي كيتعالجوا بالتصفيه، عدد المراكز تاع التصفيه، لكن مع الاسف الخصاص كيبقى كبير. نعم. وكما شفنا في الروبورتاج خصوصا الشباب المرضى ديالنا والاطفال كيتسناو تيتمناو انهم يكون عندهم واحد الزراعه باش يقدروا يرجعوا للحياه الطبيعيه ديالهم، وهذا الشيء اللي جد جد مهم. لكن مع الاسف كما ذكرتي بانه ثقافه التبرع بقى قليله. نعم. بزاف. نعم. لا بالنسبه للمتبرعين الاحياء لا بين الاشخاص. نعم. اللي سجلوا نفسهم في سجل التبرع. نعم. هذا الشيء الاشياء اللي هي كتبقى لابد نعملوا عليها. نعم. وحنا هنا بروفيسور ارتباطا يعني بهذا الموضوع بروفيسور برقيه، كيفاش السبيل للتحسيس في... اقول في هذا الارتباط بهذا الموضوع، كيف السبيل للتحسيس والتوعيه بضروره التبرع لفائدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلي المزمنة؟ نعم، اولا اننا خصنا نعملوا نديروا التحسيس سنه كلها ودائما وبجميع الطرق. ماشي مثلا نبقاو كل يوم عالمي نتكلموا على هذا الموضوع، لابد اننا نساعدوا هاد المرضى ونشوفوا كيفاش كل واحد على حسب مستواه باش نوصلوا ليه الثقافه. الان مع الاسف كنعرفوا بان الزراعه هي موضوع فيها شائك، فيها الموضوع ديني ثقافي يعني قانوني طبي الى اخره، يعني جميع مكونات المجتمع اللي كتهتم بهذا الموضوع خصها تعمل جميعا، ويكون عندنا واحد الحوار وطني، واحد برنامج وطني باش نقدروا نلقيو بهذا العلاج، لانه هو علاج ماشي يعني كينقد المواطنين، كينقد هذا المرضى. وحنا كمغاربه خصنا يكون عندنا واحد التآزر ونخمو دائما في هذا المرضى اللي كيغادرونا كل يوم، وهذا الشباب اللي كيتسناو، وهذا الشيء كيخصنا كلنا نعملوا منهم حنا يعني الاطقم الطبيه ولا عاملين في القطاع الصحي، منهم الاعلام. وكان كنشكر من هذا المنبر الاعلام لان دار واحد العمل جبار منذ سنين، وكنتمنى يبقى دائما بقى مواكب هذا الموضوع، لكن كيبقى الطلب كبير بالنسبه للميادين الاخرى، قانون، وحتى المواطنين خصهم يكون هذه مسؤوليه مواطنه، يعني الا بغاو يتعرفوا على المعلومات موجودين خبراء. المجالس العلميه هي كلها مفتوحه ومستعده، ومستعدين يعطيوهم يعني جميع المعلومات وجميع الفتاوات الموجوده من ناحيه موقف الدين بالنسبه لمساله التبرع وزراعه الاعضاء. كما انه كان نبنيو واحد الامل كبير على الحكومه الجديده باش تنهض بهذا الاطار تاع العلاج، لان ما يمكن ليناش كيشرفش المغرب اننا نكون عندنا هذا العدد ديال 600 عمليه. نعم. بروفيسور برقيه، ما مدى ارتباط الفشل الكلوي المزمن مع مضاعفات كوفيد 19؟ شكرا، يعني موضوع جد جد مهم. مع الاسف العالم كله ما عطاش واحد الاهميه كبيره. علاش؟ لانه كنعرفوا بانه ما بين الاسباب يعني اللي كيتعطي الوفيات في مراكز الانعاش هي الفشل الكلوي الحاد، والناس اللي كيخرجوا كيكون داروا واحد الفشل الكلوي الحاد فكيقدروا يديروا فشل كلوي مزمن، لكن خطوره كتكون بالخصوص في الاشخاص اللي عندهم واحد المشكل في البول، مثلا داروا دم او لا بروتينات وداز داك
المرض ديال الكلي ما بانش، غادي يبان بعد سنين. ودابا المنظمه العالميه لامراض الكلي كتخوف بكثره من زياده مرضى الفشل الكلوي المزمن من بعد هاد جائحه ديال كورونا، ولما كنعرفوا غيتزاد الفشل الكلوي، غيتزاد الطلب في التصفيه، وغيتزاد الطلب كذلك بالنسبه للزراعه. فانا كنصحوا الناس بانهم يردوا البال الكلي ديالهم من بعد هاد الجائحه ان شاء الله. البروفيسور امل برقيه الاخصائيه في امراض الكلي ورئيسه الجمعيه المغربيه لمحاربه امراض الكلي، شكرا لكم على هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشره من الدار البيضاء. نأخذكم اللحظة إلى مراكش، تحديدا فندق المامونية الشهير الذي يعد تحفة معمارية وعلامة متميزة بالمدينة الحمراء. مؤهلات جعلت فندق المامونية يصنف مرة أخرى كأفضل وأجمل الفنادق بإفريقيا وبالعالم. أمين علام ومعتصم بالله بوعزاوي. فندق المامونية تحفة معمارية وعلامة للضيافة المغربية الراقية تنتصب على مقربة من الساحة التاريخية ساحة جامع الفلا. شهرة هذا الفندق داعت وسط أرجاء العالم وأضحت قبلة لشخصيات بارزة ومشاهيرة قضوا به أوقات ساحرة ومميزة وحملوا معهم ذكريات فريدة، حكايات تروي غنى وتنوع الثقافة والحضارة المغربية ترجمت بتصنيف هذه المعلمة كواحدة من أفضل الفنادق العالمية لمرات عديدة. Nous sommes bien sûr très contents et ravis de cette nouvelle récompense. أنا مسرور جدا معتز بحصولنا على هذا اللقب. طاقم الفندق كلهم فخر واعتزاز، خصوصا وأنه اللقب الثالث في مسيرة الفندق بعد 2015 و2018، وهذه السنة أظن أنها نتاج لعمل جاد ومتواصل. dans la qualité et dans l'excellence dans laquelle nous essayons de travailler. كل ركن من أركان هذا الفندق تم تصميمه بعناية، وكل تحفة تم اختيارها بدقة ليصبح فندق المامونية واحدة من الوجهات المتفردة التي تزاوج بين الرفاهية والغرابة وإمتاع الزوار بالذوق الرفيع الذي ميز على مر السنين هذه المؤسسة. لقد احتفلنا منذ أقل من سنتين بمئوية هذا المكان. هذا الفندق يمكن اعتباره تراثا تاريخيا بمدينة مراكش وكذا المغرب، كما يمكن اعتباره رمزا لكرم الضيافة بالمملكة. سجل ذاكرة المامونية حافل بالأسماء الوازنة التي ما زال الفندق يحتفظ بها كشاهدة على سحر هذه المؤسسة التي بصمت اسمها لامعا في سماء المدينة الحمراء وفي العالم. الفاعلون الاقتصاديون الموريتانيون يعبرون عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الاستثمارات والتصدير، وجاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظم بنواكشوط وبعد إطلاق المملكة رسميا في العاشر من الشهر الجاري للعلامة الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير موروكوناو بالجناح المغربي بمعرض إكسبو دبي 2020. من نواكشوط نتابع مراسلة لأحمد بدي والسالك مولود. بحضور العشرات من رجال الأعمال الموريتانيين، عرض المغرب علامته للاستثمار والتصدير التي أطلقها في إكسبو دبي 2020. تلقى رجال الأعمال في السفارة المغربية في العاصمة نواكشوط شروحاً مفصلة عن القطاعات الاستثمارية والتحفيزات التي يمنحها المغرب للمستثمرين بفضل النموذج التنموي الجديد والرؤية الاستراتيجية التي انتهج بفضل حكمة جلالة الملك محمد السادس. كانت فرصة كذلك للوقوف على ما أنجز في المغرب في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال مقاربة حكيمة من طرف صاحب الجلالة ناصر الله وأيضا، وكانت كانت هي الطريقة اللي تم فيها تنمية الاقتصاد الوطني عبر خطات استراتيجية متعددة تهم جميع القطاعات. يهدف المغرب من خلال هذه العلامة الجديدة إلى تزويد المستثمرين بمنصة جديدة للاستثمار تتسم بالتنافسية وإبراز مكانة المملكة كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى من أجل جلب أكثر الاستثمارات الخارجية. كانت فرحة سانحة، اكتشفنا فيها النموذج التنموي الجديد الذي تقوم بإنجازته المملكة المغربية الشقيقة والذي يصب إلى أعطى هذا البلد الشقيق قفزة نوعية في ميدان الاستثمار،
ولاحظنا كذلك بسرور فائق النتائج جد الإيجابية التي حققتها المملكة المغربية الشقيقة على جميع الأصعدة. بفضل موقعها الاستراتيجي أصبح الاستثمار في المغرب الخطوة الأولى نحو الاستثمار في إفريقيا ومركزا جذابا لكبرى الشركات العالمية الرائدة في التصنيع، وما أنجز في الاقتصاد والقطاع الفلاحي والبنية التحتية تجعله مؤهلا للعب بساحة الاقتصاد الدولية. تتعدد المواقع التاريخية بمدينة العرائش تمثل إرثا حضاريا وتاريخيا وجب الحفاظ عليه. من بين هذه المواقع حصن الفتح السعدي والذي سيظل صرحا معماريا يؤرخ لفترة حكم السعديين، لكن وضعه اليوم يخدش صورته وقيمته التاريخية. ريبورتاج ياسين بنجلون ومحمد النصيري. مدينة العرائش فردوس الشمال، هنا تحقبت حضارة عديدة وتركت بصماتها في المدينة ظاهرة وصامدة لقرون من الزمن، وحصن الفتح أحد شواهدها. يعود تأسيسه إلى نهاية القرن السادس عشر على عهد السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي، عقب الانتصار الذي حققه المغاربة في المعركة المعروفة بمعركة واد المخازن أو معركة الملوك الثلاثة سنة 1579. غير أن حصن الأمس لم يجد اليوم ما يحصنه من عوادي الزمن وإهمال الإنسان الذي يكاد يركنه في زاوية النسيان رغم دوره البارز في تاريخ المنطقة. الحصن يعرف حالة من الإهمال، الإهمال التام التي تمس جميع جوانبه، حالة النسيان التي أدت إلى تصدع في مختلف البنايات التي يعرفها هذا المبنى أو هذه المعلمة التاريخية، وبالتالي فإنه لا يخضع حاليا لأي برنامج لا للمحافظة ولا للترميم ولا للتأهيل ولا للاستثمار، وهو يعيش النسيان التام من طرف جميع المتدخلين في القطاع. واليوم تحتاج هذه المعلمة بما تحكيه من قوة التاريخ والحضارة إلى ترميم يبعث الحياة فيها. البناية تختزل حقا قيمة تاريخية وتراثية جد هامة للمدينة، يمكن لو تم ترشيد استغلالها وترشيد التدخل فيه بشكل أكاديمي وعلمي مدروس أن تشكل رافعة لتنمية السياحة التراثية بالمدينة العتيقة ومدينة العرائش ككل. هذه الحالة التي يعيش عليها تستدعي حالة من الاستعجال في التدخل، التدخل الذي يضمن على الأقل وقف النزيف مؤقتا ويضمن له الترميم ويضمن له التأهيل والاستثمار. الحصون هي آثار شامخة تختزن في بنيانها نبض الماضي وروح الحاضر، وتكتسي في شموليتها قيمة ثقافية وهندسية، وهي أيضا مرآة تعكس المعرفة الإنسانية عبر التاريخ، وفي ضياعها ضياع للذاكرة. مساء أمس تجملت العديد من المواقع بالعاصمة الرباط باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للأغذية، مناسبة يحتفل بها المنتظم الدولي للتنبيه إلى ضرورة تحويل الأنظمة الزراعية التقليدية بأنظمة أكثر فعالية مستدامة ودمجة. عبد الحميد جبران وفؤاد الحرش. الأمن الغذائي أولوية قصوى لكل دول العالم، وجهود المنتظم الدولي لطالما جعلت من محاربة المجاعة رهانا أساسيا ومستعجلا. ولتسليط الضوء على هذا الجانب أنارت العاصمة الرباط باللون الأزرق أهم معالمها ومنشآتها الحضرية احتفالا باليوم العالمي للتغذية الذي يصادف 16 من أكتوبر من كل سنة. الجائحة زادت كملات الصعوبة اللي كتواجه الدول والمنظمات والمسؤولين باش يواجهوا هذا المشكل ديال الوصول الى التغذية والأمن الغذائي في مجموعة من الدول، لدرجة ان عدد الناس اللي عندهم صعوبة للوصول الى الغداء على الصعيد الدولي وصل الى ما حول 811 مليون نسمة.
Aujourd'hui, partout dans le monde se célèbre la journée mondiale de l'alimentation. اليوم تحتفل كل الدول باليوم العالمي للتغذية، وهي مناسبة لمساءلة المنتظم الدولي حول أهمية توحيد الجهود العالمية لتوفير تغذية كافية وذات جودة لكل ساكنة الأرض. قنطرة محمد السادس، برج اتصالات المغرب، موقع شل الأثري وبناية البرلمان، منشآت من بين أخرى حملت رسائل التحسيس بأهمية تطوير الزراعات البديلة والمستدامة لمواجهة نقص التغذية بالعالم. اللحظة وقفة مع أخبار الرياضة ضمن الفقرة الرياضية مع محمد أمين نوري. أهلا بك محمد أمين. مساء الخير نادية. فيما تواصلت مباريات الجولة السادسة من الدوري الاحترافي هذا اليوم بإجراء لقاءين، فريق يوسفية برشيد تمكن من تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه شباب المحمدية بحصة هدفين دون مقابل. هنا الهدف الأول في الدقيقة 66 بواسطة محمد الطاهري، وقبل نهاية المباراة أي في حدود الدقيقة 89 معاد فكاك يضيف الهدف الثاني، فيما انتهى لقاء الفتح الرياضي وحسنية أكادير بالتعادل السلبي 0-0. بعيدا عن كرة القدم وبشاطئ الأمم بمدينة سلا، نظمت الجامعة الملكية المغربية للسيرف بطولة المغرب ماستر لأكثر من 35 سنة، شملت كل أنواع رياضة ركوب الأمواج. التفاصيل مع قائمة بالعوشي ومحمد الناصري. شاطئ الأمم بسلة من أكثر الشواطئ المغربية شهرة في ممارسة ركوب الموج نظرا لمميزات أمواجه العاتية. هذا اليوم كان على موعد مع البطولة الوطنية للماستر لأكثر من 35 سنة بحضور عدد من الممارسين الذين توجوا في السابق أبطالا على مستوى البطولة الوطنية ومسابقات دولية. الحمد لله لي كونديسيون زوينين فريمون زوينين، مساعدين في لا ماري باس لا ماري اوت اي لا هول فريمون زوينه، اورغانيزاسيون ديال لا فيدراسيون تيست مزيانه الحمد لله، ولي كومبيتيتور بينو مستوى عالي بارابور للاعوام الاخرين. على مستوى نتائج هذه التظاهرة الوطنية في نوع دروب كني تمكن امين اوريكا من الفوز بالمرتبة الاولى. في النوع لونج بورد عادل الحريف فاز بالمركز الأول، كما تمكن أيضا من الظفر بالمرتبة الأولى على مستوى ماستر سيرف. وفي النوع البودي بورد عدنان بن سليمان فاز بالمرتبة الأولى. واخا حنايا تنهتموا بزاف بالشباب، ولكن ارتئينا باش ميم هذه الفئة هذه يعني ما غاديش ننساوها ولا غادي نسمحوا فيها باش نكبروا بهم، حيت يكونوا بعد مرات بطولة أوروبا في هذه الفئة ديال أكثر من 35 سنة. بالنسبه للسيرف ما كاينش لاج، كما كنشوفوا ابطال العالم كاين اللي عنده 50 سنه وباقي 45 سنه وباقي كيشارك في السيركوي مونديال كوم لو سي تي باغ اكزومبل كيلي سليتر ودي زوتر شامبيون. كل من تابع هذه البطوله استمتع بعطاءات هؤلاء الابطال والذين يعشقون بجنون ركوب الموج. ومدينة أكادير احتفت بالمنتخب الوطني المغربي للترياتلون الذي تألق ضمن منافسات البطولة العربية والإفريقية بشرم الشيخ بمصر، حيث احتل المغرب الريادة على مستوى الفرق برصيد 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 نحاسيات. عودة مع قائمة بالعوشي وعثمان التازي. بأكادير اجتمعت أسرة ترياتلون لاحتفاء بأبطال العرب وإفريقيا خلال دورة شرم الشيخ التي جرت خلال شهر يونيو الماضي. تأجل الحفل مرات عديدة بسبب تداعيات جائحة كورونا ليحين الموعد لتكريم هؤلاء الأبطال والذين بسموا عن حضور مغربي متميز على الصعيد العربي والإفريقي. هذا تكريم وتتويج للعمل الكبير اللي قاموا به الفريق التقني وقاموا به الأندية وقامت به الجامعة واللي عطى الأكل ديالو
مع الصعوبات ديال الكوفيد وديال الكورونا اللي 2020 و2021 ما كانتش المسابح كانت مغلقه وما كانش امكانيه ديال 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 التدريب وما كانش امكانيه ديال هذا دونك ولكن حققنا نتائج في المستوى. في هذا الحفل في مبادرة استحق التنويه تم تقديم حوافز مالية للأندية الوطنية التي أشرفت على إعداد هؤلاء الأبطال، فضلا عن تقديم مكافآت مادية للمتسابق المهدي صديق الذي تأهل إلى أولمبياد طوكيو، فضلا عن المتسابقات والمتسابقين الذين فازوا بالميدالية الذهبية. شوفوا شوية عمر الأوديونس و صافي بليزير اون روتروف كاع لي اتليت اللي كان معنا في لي شامبيون دافريك باسكو كان واحد لون ديليغاسيون كبيره وجبنا لي ميداي و بوكو دو ميداي دور دونك صافي تري تري بليزير دو روتروفي تو الموند ايزي. التحدي القادم للترياتلون المغربي سيكون في 22 من شهر نوفمبر القادم بالدخلة، والمناسبة بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. إذن تكريم المنتخب الوطني المغربي للترياتلون نادية كان آخر مواد هذه الفقرة. شكرا لك محمد أمين نوري. شكرا. نختم النشرة من العاصمة الروحية للمملكة، حيث أسدل مهرجان فاس للثقافة الصوفية ستاره بعد أسبوع حافل من السماع والذكر ولقاءات فكرية. أسبوع تميز بحضور عدد من المهتمين بالتراث الصوفي الروحي عبر العالم، وتميز حفل الاختتام بتنظيم أمسية روحية ولقاء ثقافي. خديجة زروال ومصطفى الزاهري. على إيقاع سماع يوحد الله ويصلي على خاتم الأنبياء تختتم الدورة 14 لمهرجان فاس الثقافة الصوفية بعد أسبوع حافل من الذكر والسماع والمحاضرات والنقاش. حفل الاختتام أحيته فرقة إخوان الفن برئاسة منشدها مروان حجي. انا كفنان وك يعني كفنان مزاول لهذا الفن جد سعيد اولا لانني كنشوف جمهور غفير بطبيعه الحال في الحدود ديال الاشياء يعني اللي هي موصي عليها السلطات ديالنا، فجمهور وكاين كواليس وكاين بوبليك وكاين لو ساوند تشيك وكاين يعني الاجواء ديال المهرجان اللي حقيقه توحشناها بزاف. تجديد المعارف في المجال الديني والروحي عبر مشروع يهدف إلى إنشاء مكتبة دولية تناظرية حية يمكن الوصول من خلالها إلى مجموعة من المراجع الكبرى في التصوف كان محور اللقاء منظم في إطار المهرجان. خلق واحد الخزانة دولية شمولية التي ستسمح وتمنح للمشاهد عبر العالم أن يكتسب معلومات ومعارف في مجال الديني والمجال الروحي. في هذا الأمسية كان الحديث عن كيف يمكن أن ينتفع الإنسان بالكتب التراثية وأن تصبح في متناول الجميع، وكيف يمكن أن كذلك نستفيد من ما قدمه العلماء في الوقت الحاضر وكذلك من يقومون بأطروحات دكتوراه في مواضيع متعددة. لا شراب التوالي. حسب بعض المهتمين بالمجال الصوفي مهرجان فاس الثقافة الصوفية قد يصبح بفقراته المتنوعة وقيمة عروضه المبرمجة والحضور المتميز مرجعا عالميا في الثقافة الصوفية. قبل توديعكم نذكر بالعناوين. جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بفاس مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا.
الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 متواصلة بمختلف جهات المملكة في أفق بلوغ المناعة الجماعية، ودعوة للانخراط والتعبئة الجماعية للتصدي للوباء. في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء يعود إلى الواجهة الخصاص الكبير في مجال التبرع ودعوة إلى الانخراط الجماعي في عملية التوعية لإنقاذ مرضى الكلي تزامنا مع تداعيات الجائحة. بالعرائش معالم أثرية إن تحت وطأة الإهمال، حصن الفتح السعدي إحدى هذه المعالم التي تمثل أثرا حضاريا وتاريخيا وجب الحفاظ عليه لقيمته التاريخية والحضارية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.